السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بجميع في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلة كده خفيفة، معلش صوتي تعبان شوية. بصوا مكوناتها، يعني بصوا الطماطمية قد ايه صغننة جدا، بصوا في ايديا صغيرة، طماطميتين وكان فلفلاية يعني ثلاثة هم برضو متوسطين، والجزر صغير جدا اهو، يعني ايه بصوا صغيرة خالص يعني، وبصلتين برضو متوسطين، وبطاطسايه بطاطسايه متوسطة كده. هقطع الخضار صغير والطماطمية هبشرها وهرجع لكم تاني. كده خلاص قطعت الخضار، بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني من حاجات بسيطة، بصوا الكمية برضو ما شاء الله كتير، يعني حتى الطماطم لقيتها كتيرة فعملت واحدة بس، تمام. وكده الجزر الصغير ده اللي انا وريته لكم برضو بشرته، وادي البطاطسايه. البطاطسايه لو هتتاخري عليها اعمليها في الاخر خالص، وبعدين اشطفيها وصفيها، انا عشان هشتغل على طول دلوقتي عملتها دلوقتي. خلاص احنا هنحط الفلفل والبصل مع بعض في الاول، تمام. كده بقى نشتغل على البوتاجاز. كده في طاسة على النار او في حلة او في اي حاجة تحطي، حطيت زيت وحطيت معلقة زبدة، تمام. انا محتاجة مادة دهنية كويسة في الاكلة، هو في المقادير بيض بس انا لسه طبعا انا هعمله في الاخر طبعا بعد ما نخلص الخضار، عشان ما خرجهوش يعني ما خرجش البيض كده من البيضه بتاعته واسيبه فتره يعني، عشان احنا عارفين ان هو بيعمل وش طبعا بينشف يعني. كده هحط البصل والفلفل، نقلب بقى. الله على الالوان والزبده دي مع الخضار، بصراحه البصل والحاجات دي بتبقى جميله. ونشوح كده بس يدبل كده ويبقى داخل على تسويه، ونحط الجزر والبطاطس. احط فلفل اسود بقى دلوقتي، ونحط فلفل اسود برده مع البيض اهو، يعني نص معلقه كده، عشان بس يدي ريحه جميله كده مع البصل والفلفل، هو بيفرق جدا طبعا في ريحه الفلفل الاسود طبعا. اقلب كمان دقيقه كده ونحط البطاطس والجزر. كده نحط البطاطس، بسم الله. الأكلة دي ممكن تحطي فيها كوسة، بس الكوسة هتنزل مية طبعا، بس ممكن تحطي عليها يعني تقطعيها أو تبشريها كده وتحطي عليها شوية ملح وتبتنيها شوية، وبعد كده تصفيها من المية وتحطيها بقى في الوصفة دي، لكن ما تحطيش طبعا الكوسة في الأكلة دي وهي كده زي ما هي، يعني لأنها هتنزل ميتها طبعا. ولو في فاصوليا خضراء، لو في بسله، لا بسله لا مش هتنفع البسله معاها. هي تقليبه كده للبطاطس، لانها احنا لما بشرناها بقت رقيقه يعني مش محتاجه وقت، تمام. هنحط بقى الجزر، بسم الله، عشان الالوان كده تبقى جميله كده. كان في فلفل احمر بقى كان ايه، عمل الوان فظيعه. الاكله دي جميله جدا يا جماعه، احسن من البيتزا واحسن من الحاجات دي، وبعدين كمان يعني مفيده كده جدا. احنا لازم ندبل الخضار كده، لانه لو احنا حطيناه كله على بعضه في الاول ني هيبقى في حاجات مش ما استوتش، يعني هي مش تاخد وقت اصلا. كده تمام بقى الخضار دبل، نحط بقى مع فصين ثوم. انا
لقيتهم الحقيقه دلوقتي، قلت اقطعهم احطهم برضو، هيدي طعم جميل. نحط هنا الملح بقى، يعني نحدق الخضار، مش نحدقه طبعا، يعني نحيقه نتبله. نحط الملح بس كده، استنيه. هنتبل الخضار بس دلوقتي. في قنوات كبيرة جدا بتحط الخضار كله ني زي ما بتشوفوا كده، بيحطوا مجموعات من الخضار، مجموعة بصل، فلفل، جزر، بطاطس، مش عارف، حاجات كتير كده بتتحط كلها نية، لكن التشويحة دي بتدي طعم جميل جدا، وكمان الخضار بيبقى مستوي يعني، فبيتهيألي كده أفضل يعني. وطبعا ده رأيكم انتوا برضه يعني. أنا هطفي النار عشان يبرد بقى، عشان أحط عليه البيض على ما يهدى شوية. أنا كده طفيت النار، على ما يهدى شوية أكون أنا حضرت البيض. كده جبت بولة كبيرة عشان نعرف نقلب فيها كل الحاجة، فيها 5 بيضات وفيها نص معلقة فلفل أو ربع يعني، وفيها ملح اهو تمام، وكمان معلقة صغيرة بيكنج باودر عشان يخليها هشة كده وجميلة، متبقاش مكتومة يعني. نبدأ نخلط بقى، بسم الله، نحاول نخلط كويس قوي، المقادير دي يا جماعة ممكن تأكل 4 أفراد يعني، 4 أفراد كبار يعني، وما شاء الله تشبع يعني، مع عيش، مع سلطة، مع بطاطس محمرة يعني، والله يعني ما تكلفتش كتير يعني. هو البيض دلوقتي غالي، بس هو الحاجة الوحيدة اللي في الأكلة يعني، الباقي كله حاجات أساسية موجودة في كل بيت ما شاء الله يعني. ربنا يزيد عندكم يا رب الخير، ومتاح فيها تغيير أي حاجة برضو يعني، المتاح عندك حطيه، وإذا كان برضو ربنا مسهلها بأكتر برضو حطي تاني يعني، مفيش مشكلة. أهو كده اختلطوا كلهم، امتزجوا مع بعض تمام. ممكن نحط لها نص كوباية حليب أو حاجة، بس كده. شوف لو عندي حليب هحط، ما عنديش خلاص برضو. الحمد لله لقيت حليب، بصوا بقى بالقشطة بتاعته بإيه، بحاجة كده جميلة يعني. بصوا القشطة يعني تقريبا نص كوباية كده، حبة قشطة اهي نازلة. انا بحوش القشطة دي، بغلي اللبن واسيبه مثلا كام ساعة كده في التلاجة واشيل القشطة بتاعته، لكن لو الولاد هيشربوه يعني بسيبه زي ما هو كامل الدسم يعني. كده حلو جدا، ممكن تدقيه بقى على طرف لسانك كده تشوفي الملح بتاعه مظبوط ولا لا، عشان الاكلة كلها تبقى مظبوطة يعني. كده تمام بقى، اختلطوا كلهم مع بعض اهو. هنحط بقى الخليط اللي احنا عملناه بتاع الخضار تمام، انا جهزت صينية مدهونة زبدة او سمنة او زيت براحتك اللي انت تحبيه يعني. نحط بقى الخضار، بسم الله. الاكلة دي هتبقى عظيمة، بصوا الجمال، حاجة كده فاخر من الاخر بصراحة. نزل الباقي بقى بالاسباتيولا، طبعا ده فيه زبدة وكده يعني. كده خلاص نزلت كله اهو بالاسباتيولا، نكمل بقى بيها. يا جماله، نقلب كويس بقى قوي عشان كل حاجة تختلط مع اللبن والحليب، البيض، اللبن هو الحليب طبعا. تمام اهو كده، جميل جميل جميل. هنا يأتي دور الطماطم بقى، الطماطماية العجيبة اللي احنا قطعناها دي، نحط
هحطها بقى دلوقتي، بسم الله، عشان حتى تكسر اللون شوية، اللون الاصفري كده. ايوة كده، ايه رأيكم بقى القمر ده؟ مشغلين الفرن طبعا من تحت على درجة 200. بصوا بقى الالوان اختلفت ازاي. بس كده نحطه بقى، نحطه في الصينية اللي هي مدهونة دي. الصينية يا جماعة 30 في 40، يعني مش صغيرة، بس عشان الطبقة بتاعت الخليط ده ما تبقاش عالية. يعني لو حطيتها في صينية صغيرة مثلا 20 في 30 هتبقى الطبقة عالية زي الكيك كده بالظبط. لا، احنا عايزينها مفرودة وصغيرة يعني. تمام، نحط بقى في الصينية. بسم الله بسم الله. برضه هنزله بالاسباتيولا. نبدأ بقى نوزع الخليط الجميل ده هو كده، لان طبعا السائل مشي في الاركان بتاعت الصينية والخضار ثبت في النص، فهنحاول نوزعهم كده مع بعض عشان كل حتة تبقى ايه فيها من ده ومن ده. اهو كده، اهو كده. بصوا سويت الوش كله اهو، ما شاء الله، يعني الخضار انتشر في كل حتة في الصينية. هنحطه بقى في الفرن دلوقتي. كده حطيتها في الفرن، طبعا مشغلين الفرن من تحت زي ما قلنا على درجة 200. انا قربت يعني نزلت الشبكة على الارضية تحت، بس طبعا في فاصل بينها وبين بين الارضية، يعني في فاصل تقريبا 4 سنتي او 5 سنتي حاجة كده يعني، بس هي كده قريبة من الارضية. تمام، يعني مش في الحتة دي، لان هي لو حطيت، لو الشبكة محطوطة في مكانها كانت هتبقى فوق الصينية دلوقتي. تمام، هنسيبها بس تاخد تسوية من تحت وبعد كده نرفعها فوق تاني او نشغل الشواية. شايفين كده بدأت تنمل كده من الحروف بتاعتها اهو. بصوا شايفين اهو، وطبعا بدأت تمسك نفسها كلها اهي، وطبعا ارتفعت. يعني زي ما انا قلت كده، المفروض ان احنا نحطها في صينيه كبيره عشان تفرد وتبقى القطعه بتاعتها مش سميكه يعني. انا كده شغلت فوق، يبقى فوق وتحت كده شغال دلوقتي. تمام، مش هتاخد 10 دقايق تاني وخلاص على كده. كده بقى الفطيره ولا ايه بالظبط، مش عارفه والله هي اسمها ايه يعني، بس استوت. بصوا عامله ازاي، جميله جميله جميله، تماسكت كلها، والريحة مش قادرة اقول لكم الريحة شكلها ايه. هنختبرها زيها زي الكيك بالظبط اهو، حتى كده بالعرض اهي. شايفين مفيش اي حاجة خالص اهو، من كل حتة اهو اهو استوت تماما. نخرجها بقى نقدمها. شايفين المنظر، منظر فظيع بصراحة، ما شاء الله يعني. انا لقيت السكينة دي في كارفور، سكينة خشب طبعا عشان دي صينية تيفال، فمش عايزة اقطع بالسكينة العادية لان هتتجرح طبعا. فاحنا يعني كويس ان انا لقيت الصينية دي، صينية كويس ان انا لقيت السكينة دي، عجبتني جدا بصراحة، جميلة اهي. يعني مهما قطعتي بيها مفيش اي مشكلة خالص. انا هقطعها بقى. بصوا اتقطعت، والله اتقطعت سهل جدا زي ما شفتوا اول مرة كنت بقطعها، وكمان سخنه جدا. انا لسه فعلا مطلعاها من الفرن، انا ما سبتهاش ترتاح. سخنه جدا بجد. بصوا متماسكه وجميله جدا، ويا سلام لو كنت حطيتي عليها طبعا جبنه موتزاريلا كانت بقت حاجه جميله جدا. بس يعني كده عادي وكده جميله برضو، يعني ما فيهاش حاجه، يعني حلوه جدا. هحطها بقى في الطبق. الوصفه دي عالميه، شيروها لكل الناس، عرفوها لكل اللي تحبوهم بجد. بصوا المنظر، لا
بجد جميلة جدا، وجربوها والله بجد حلوة جدا يعني، بسم الله ما شاء الله. وطبعا رشة البقدونس دي لا غنى عنها، بصوا. لا بس الوصفة حلوة، الوصفة حلوة وتستاهل التجربة، جربوها وعلى ضمانتي طبعا، الضمن ربنا يعني، بس جربوها، جربوها يعني، مفيدة وجميلة وكلها حاجات حلوة جدا. بألف هنا وشفا يا رب عليكم، واشتركوا في القناة من فضلكم، وفعلوا الجرس، وشيروا الوصفة دي وكل الوصفات، والله بعمل وصفات حلوة جدا يعني، كلها مفيدة وجميلة وكمان مؤثرة وكمان جميلة وجديدة. فاشتركوا في القناة وشيروا الفيديوهات، وتعملوا كل حاجة ان شاء الله في الصحة يا رب وفي الهنا، وان شاء الله نتقابل في وصفات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.